ليجاسي بتاع الاكسلريترز ثانية، ده مش ريفرب. صح، اسف، ده هايبر تراك. احنا النهارده مش هنعمل ريفيو واحد، هنعمل ريفيوين، هايبر تراك وبيدلم، شحنتين مع بعض مره واحده. صح، الريفيو المره دي اتنين. هايبر تراك دوت هنا اتصمم 2012، مش ريفرب اللي اتصمم 2005 في الاكسلريترز، ده واحد تاني، ده واحد تاني شبهه. بس على فكره ريفرب هو سببه، نزل من عنده دوت هايبر تراك، نزل دوت بتصميم اريك بتاع الناس اللي صمم زوتك. انما بيدلم اللي صممه دوت اسمه مايك نوتال، ونزل 2004 في الفيرست اديشن سيريالستكس، تقريبا نفس السيت اللي نزل فيها فاير ستورم، ده بتاع المترو فايت باك، ده بتاع جلويلز فايت باك. حلو الفيو اتنين، يبقى ممكن اعملها لو حبينها يعني مثلا، بس لازم دوت يجي له 25 فيو، 25 فيو عشان نعمل واحدة تانية. يلا بينا.